مساء الخير. في شعور غريب محير مش مفهوم صعب يتوصف، لا الفلاسفة ولا الشعراء عرفوا يوصفوا. قالوا عليه مش شعور أصلا، هو حالة بتسيطر على الإنسان، قادرة تتحكم فيه وتسيطر عليه، هو الحب. إيه الحب ده وبيحصل إزاي وليه؟ وبعدين أنت بتقول بحب ربنا وبحب ماما، بحب حبيبتي وبحب الملوخية، بس أكيد حبك لربنا والمامتك والملوخية مختلفين عن بعض. ده غير بقى ان المشاعر اشكال والوان وبتلخبط جدا، واي شعور لطيف بنحسه بنسميه حب، فبنسمي اللهفة حب والانبهار حب والشغف حب والتعلق حب والممنوع المرغوب حب. هما كلهم بيشتركوا في احاسيس متشابهة جدا، لكن الفروق بينهم مصيرية، والمشكلة اننا بناخد على حسها قرارات برضو مصيرية. والسؤال المهم هو مين المتحكم في الحب، القلب ولا العقل، الروح ولا النفس؟ في قصة عن واحدة ست كانت معروفة برقتها وانها انسانة لطيفة جدا وودودة، لدرجة ما بتتفرجش على ماتشات كرة مع جوزها عشان ما تتوترش. حصل لها مشاكل في القلب وعملوا لها عملية زراعة قلب. زرعوا لها قلب واحد، بعد فترة فجأة انها بتتفرج على ماتشات مصارعة. لما سألوا عن المتوفي صاحب القلب اللي زرعته اتفاجئوا ان القلب ده كان قلب مصارع. نفس الكلام لراجل فلاح بسيط، بعد ما زرع قلب لقوه بيكتب شعر بطلاقة وإبداع. سألوا عن صاحب القلب، عرفوا أن عيلته كلهم كانوا شعراء. الإمام أبو حمد الغزالي وصف القلب أنه اللطيفة الربانية الروحانية. عملية الإدراك صفة عامة متقسمة على منطقتين، الدماغ مسؤول عن المعرفة والعلوم، والقلب المسؤول عن المشاعر والإحساس والموهبة والبصيرة. سبحان الله، هو ربنا قال لهم قلوب يعقلون بها.